بقول لك بعدين. ليه ما تقولش دلوقتي؟ خليها بعدين يا مروان. اللي تشوفه. ازيك يا ابو علي؟ مش لما انتوا عاملين ليله حلوه كده تبقى تعزم اصحابك؟ انت محتاج عزومه؟ ما عشان كده انا جيت بنفسي. امال فين الكبير؟ ايه مالك مستغرب ليه؟ هو مش مروان الكبير ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان، الكبير جوه. تقدر تدخل له. ربنا يكتر افراحكم. اهلا اهلا. ازيك يا مروان؟ الحمد لله. جيتك عندي كبيره قوي يا عادل باشا عشان تعرف بس ان انا راجل صاحب واجب. انت ابوك الله يرحمه صاحب واجب، بس العيب الوحيد انه كان واثق في ريا. يا جدع بقول لك انا جاي عشان افرح معاك ونفرح، بلاش الكلام في السكه اللي بتضايقني دي. على راسي. وحسن ايه لساك زعلان؟ حسن ده قلبه ابيض. بس انا عايز اقول لك على حاجه، اللي بيحكم واللي بيقول انا. طبعا انا عارف. اول تقول ولادك. تعال نفرح مع حسن. تعالى يلا يا كبير. انت بتنفخ فيها، معلمتك 100 مره تشفط مش تنفخ. مش عارف القرف اللي انتوا بتشربوه ده. ده انت اللي عملت قرف وتفيت في الليل. وانت ان شاء الله بقى هتفضل قاعد في البيت كده لحد امتى؟ ايه يا فتحي انت هتطردني من البيت لحد ما الاقي حته يا ابني اقعد فيه؟ ولو عرفت بقى ان انت ما عندكش بيت وان انت بتشتغلها يا معلم. لا خلاص، ما احنا اتجوزنا، تعيش بقى زي ما جوزها يعيش. انت بتشتغل نفسك يا ابني؟ يا ابني واحدة زي سامية دي لو ما لقيتش اللي هي عايزاه هتفلزع وتقول يا فكيك. لا لا لا، بتحبني لاف، بتحبني عيش عيش، عارف العيش؟ انت بتعمل ايه هنا؟ يا نهار اسود ومنيل ب60 نيل. ايه يا عم فتحي؟ وده بيعمل ايه هنا؟ ايوه صحيح، انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده انا بعمل ايه هنا؟ انا ابدا صاحبي وحبيبي وجاي اقعد معاه اشرب حجرين. صاحبك وحبيبك وتشرب معاه حجرين على القهوة مش هنا؟ فتحي احنا هنخلص الليله ونطلع على بيتنا. لا بيت ايه اللي تطلع؟ مفيش الكلام ده، ما تفهمها فتحي. بيت عايزه تطلع على البيت. والله يا حره بيتها بقى، هنعمل لها ايه؟ ايه انت مالك انت؟ انت ايه اللي حشرك؟ لا ما اقصدش يا ست الكل، بس النهارده يعني الليله ليله انا وسرور وكوبايات في ثواني بتدور، ما يصحش يعني يا ست الكل انك تسيبيهم وتمشي، على الاقل تبيتي لك يوم يومين ولا ايه يا فتحي؟ والله بقى هي حره. حره ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تتحشرش احسن لك. يا شمس هو مش قصده حاجه يا حبيبتي، معقوله يعني احنا هنسيب مروان في يوم زي ده؟ معقوله يعني؟ ماله اليوم ده؟ بنطهروا العيال، عادي يومه بيحصل. ايه الريحه الغريبه دي؟ ده بخور، بخور بنبخر عشان العين. بقول لك ايه انت وهو؟ فيكوا انا وانا لازما هعرفها، لازما. بقول لك ايه؟ فيك ايه يا فتحي؟ اني تيه بس يا شمس، مفيش حاجه والله. يلا بقى يا حبيبتي عشان احنا نتاخر على مروان وحسن. يلا حاجة. يلا يا حبيبتي وهعرف. يلا يلا هتقول لي يلا هتقول لي يا فتحي. يلا, 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 يلا انا جاي وراكم، انا جاي وراكم. الله، طب ما الصالون اهو كرسي وكنبه، مقعدني ليه على الارض يا فتحي؟ كان زمانك معاهم يا ابني.
بس خلاص أنا عرفت مين اللي عامل فيك كده، وحياتك عندي وحياة عمرك اللي راح وانت مالكش ذنب فيه لا هكون واخدة طارك. نعيمة أنا نادي عبد السلام، أنا اللي قتلت عبد الحكيم عبد الجواد عشان أخد طار أبوي، أنا اللي هربت من السجن وزورت ورق باسم تاني